يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في هذا النداء القرآني من هذه النداءات القرآنية. نقف اليوم مع آية عظيمة في سورة الحجرات، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الظن أيها الأحبة هو اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قويت هذه الأمارة أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم يتجاوز حد التوهم. ومتى قوي أو تصور القوي استعمل معه أن المشددة وأن المخففة منها، ومتى ضعف استعمل أن المختص بالمعدومين من القول والفعل. نضرب لذلك مثالا، قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وكذا أيضا وظن أنه الفراق، هذه تصل إلى حد اليقين. وأما في قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، وهو نهاية في ذمهم، ومعناه ألا يكون منهم ظن، لذلك تنبيها أن أمارات البعث ظاهرة. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. قال عمر بن الخطاب: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. ويروي أبو هريرة رضي الله عنه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. ويقول سبحانه: ولا تجسسوا. النداء القرآني أولا تضمن الأمر باجتناب الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ثم بعد ذلك ولا تجسسوا، أي لا تتجسسوا بعضكم على بعض. والتجسس أيها الأحبة غالبا يطلق في الشر، ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون في الخير، كما قال عز وجل إخبارا عن يعقوب عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقال الأوزاعي: التحسس هو البحث عن الشيء، والتجسس الاستماع إلى حديث القوم أو يتسمع على أبوابهم. ننتقل إلى أمر عظيم أيضا نهى الله عنه في هذه الآية وفي هذا النداء القرآني، قال سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. فيه نهي عن الغيبة، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي ظلمته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة
لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، أي قلدت إنسانا بحركاته. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. الغيبة أيها الأحبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحة وبعض الأمور التي يباح فيها ذكر الشخص بما يكره لأمور وفي مواطن محددة ولأغراض معينة. إن الصرح الشامخ من المؤاخاة والترابط والتعاون والتآلف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بل وتعهده إلى آخر حياته أعظم ما يدمره، وأكبر المعاول التي تأتي على آخره هي الآفة الاجتماعية التي انتشرت بين المسلمين. ومع الأسف فقد تكون هذه الآفة بين الأشقاء وبين التجار، وقد تكون بين طلبة العلم، وهذه شرها وأقبحها وأكثرها ضررا على الأفراد والمجتمعات. فالحذر أيها الأحبة، الحذر، كل الحذر من طلاقة اللسان للنيل من أعراض الناس بالغيبة والنميمة. واعلم أخي الحبيب يرحمك الله أن كلا الأمرين أو أحدهما إذا أتفشى في مجتمع لحقت به الفرقة والشقاق والخلاف والتنازع، ثم يؤول المجتمع إلى الضعف والهوان. وهذا للأسف أيها الأحبة ما نعيشه في زماننا المعاصر. فنجد المسلمين وأهل العقيدة السليمة قد أصابهم هذا الوباء القاتل، فتجدهم شيعا وأحزابا، لكل فرد منهم جماعة ولكل واحد منهم فئة يتعصب لها ويوالي ويعادي من أجلها بغير برهان ولا دليل واضح قاطع الدلالة. يقول تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فليعلم المسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو حريص على تفريق الإخوان. وقد صح الحديث في ذلك: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم. وقال تعالى ناهيا عباده عن تتبع خطوات الشيطان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالحذر أيها الأحبة، كل الحذر من ذلك العدو المبين الذي أخذ الميثاق على نفسه بإغواء بني آدم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز، فقد روي عنه أنه دخل على رجل فذكر له عن رجل شيئا، فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. فقال الرجل: العفو يا أمير المؤمنين، لا أعود إليه أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم: وتجدون من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهم شر الخلق عند الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغين للبراء العنت. نسأل الله أن يعافينا من هذه الآفات، من الغيبة ومن سوء الظن، وأسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.